إذا مشاري شيف تي في تحية طيبة لجميع المتابعين والمتابعات. إذا حركة غير عادية هنا بشارع محمد الخامس بمدينة وجدة، الشارع يعني فارغ، وكتشوف غير بعض الجماهير، جماهير وجدية كتلتحق للمقاهي باش تفرج يعني للمباراة، خصوصا كاين بعض المقاهي اللي ما دايرينش التلفازة، ولكن المقاهي اللي دايرين. إذا حنايا نشوفوا شي حركة غير عادية، كلشي غادي يتفرج الماتش. غادي نوصلوا كما كتشوفوا الشارع، الناس تلتحق بالمقاهي لمشاهدة المباراة المصيرية بين منتخب الكونغو والمنتخب المغربي بطبيعة الحال. قبيلة تيلا تلونسات التشكيلة ديال المنتخب المغربي، الناس كتستعد، الناس كتحرك، كلشي كيخف كيزرب، شباب غادي نتحركوا في واحد المنطقة شهيرة فيها المقاهي بزاف، غادي يبان لكم الوضع أكثر. نتمنى أنه تبارطاجي معنا المباشر. إذا الكل ينتظر نتيجة هذه المباراة المصيرية بطبيعة الحال. كنتمنى أنه كما كتشوفوا كلشي هابط تاكسيات، كلشي باغي يتفرج، كلشي كينتظر، كلشي كيترقب. الناس من دابا كتشد البلايص ديالهم باش تفرجوا بطبيعة الحال. إذا حنا كنقول لكم هنا الأجواء شارع محمد الخامس، كتشوفوا معنا الكل يهرول مشاهدة المباراة بطبيعة الحال في المقاهي. غادي نشوف الإخوان هاد الدراري كلهم كيسانو باش يتفرجوا المقابلة. غادي ندوزو هنا بعد بعض المقاهي كذلك. ندوزو على بعض المقاهي هنا، كلشي كيتساين، وجه الكرسي ديالو الشباب هنا بمدينة وجدة، كلشي باغي يتفرج قبل. أيضا المقاهي هنا شوفوا معنا كل شيء دايرين كيتفرجوا مباريات اخرى في نفس اللحظه. الكل كيحاول يلتحق يعني الشارع، الناس مقاهي انسان كل يساعد كما كتشوفوا معايا. الشارع هنايا جهه عامره اللي فيها المقاهي بزاف، كل شيء كما كتشوفوا معنا. شي كيساين باش انهم شي يتفرج. ندخلوا في هذه الجهه هذه كذلك نشوفوا عاوتاني الاجواء. كان هنا مقهى المولوديه، فهي الناس من الداخل يترقبون هذه المباراه المصيريه هنا بشوارع المدينه. كنحاولوا نقربوكم اكثر لعلي التقي الجماهير. تكون مباراة حاسمة بطبيعة الحال، ملي كلشي الشباب وانتوني ماشي كيتفرجوا. تحياتي، صباح الخير، مزيان، الله يحفظك. Thank you.
حركة غير غادية. كلشي كيساين. باش تفرج للمقابلة. إذا نحن نتجول كما كتشوفوا الكل يهرول لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره منغولي قارة الحرب. نتمنى الفوز إن شاء الله بطبيعة الحال، ما قطعوش الياس، هذه شي حاجة اللي يجب علينا التفاؤل والثقة. شوفوا معنا ما زلنا نتجول. I'm going to go to the next one.